أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة، اخترنا لكم اليوم السيد عبد النافع صفوان نافع، مؤسس شركة الجوهرة الجميلة للتنظيف. أستاذ عبد النافع، أهلا وسهلا معك فينا، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم في البرنامج. يا مرحبا، نورتنا ونورت شاشتنا المتواضعة. الله، حابينك تعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. يا مرحبا فيك أولا وبالكادر التصويري كامل. وياكم عبد النافع صفوان من البحرين، مؤسس وصاحب شركة الجوهرة في البحرين والإمارات. يعني الفرع الأساسي هو فرع من البحرين، حضرتك نقلت أو افتتحت الفرع الجديد في دولة الإمارات، في إمارة دبي بالتحديد. حابين نعرف سبب اختيارك دولة الإمارات وتحديدا دبي. هو نفس ما تفضلت، يعني أنا في البداية فتحت في البحرين من 7 سنوات وأسسناها هناك في البحرين. بعد ذلك كانت الانطلاقة اللي هي الواحد يختار فيها الدولة اللي المناسبة لأنه يختار أنه تفتح الفرع الثاني لها. فيوم أنه سوينا دراسة كاملة على المحيط الموجود من ناحية الأنسب من الخدمات اللي احنا نقدمها ومن ناحية الأشياء المتوفرة في البلد نفسه، أنه تخليك تفتح شركة وتكون شركة ناجحة في ذاك البلد على المقومات الموجودة فيها. يعني صحيح، من ناحية أساسها الأمن، الأمان، التسهيلات الموجودة، الأشياء اللي تخليك أن فعلا تطور شركتك في ذاك المكان ويكون خيارك جدا مناسب فيها. فكان أن في الخيار صار على الإمارات تحديدا يكون فرعها الأساسي في دبي، لكن انه يتقسم ايضا في كل امارات امارات الدولة تقريبا. نعم. انه في الشارجة وعجمان وغيره من ابو ظبي والعين، تغطية كاملة لكل الامارات. بعد ذلك ايضا راح يتم انتقال الشركة للسعودية والكويت، التغطية خلينا نقول كاملة الى دول الخليج كامل. ان شاء الله يا رب توصلوا حتى الى النواحي العالمية خارج الخليج. طبعا دبي ودولة الامارات دائما ما كانت ارض خصبة لجميع الاستثمارات. صحيح. وجميع المستثمرين. حابين نعرف سبب اختيارك لهذا المجال بالتحديد، وشو اللي خلاك، شو الفكرة؟ الفكرة ما في الموضوع كله، ان هي اصلا هي شركة شراكة يعني بيني وبين اخوي. ففكرة المشروع بلشت انا كتجارتنا وشغلنا بلشت من 7 سنوات. ما شاء الله. فكان ان الخلق غاية، خلق حاجة عند الزبون تمام تكون جديدة، غير يعني خلينا نقول ان من زمان موجودة في عند الناس او كخدمة معروفة. من تخلق خدمة جديدة وتصور لها وتسوق لها بطريقة واسلوب جميل جدا، الناس راح بلش تتقبلها وتبلش انها تعجب فيها. طبعا. تمام. وبالذات اذا انت وصلت لهم الشيء اللي انت تقدمه بطريقة حلوة من صحيح. الالف الى الياء. صحيح. فهذه كانت صراحة فكرة الموضوع، انه مو شيء خلاص انه الكل ماشي فيه. صحيح. بالرغم انه فعلا في كثير ناس انه تاخذ اشياء ماشي فيها وتحط اللمسة تبعها اوكي وتنجح ايضا، لكن انت تخلق حاجة، وهذه الفكرة الحين اللي صايرة في العالم، ان تخلق حاجة وتصور لها حل، ان انت ما دام تقدم شيء الزبون يحتاجه بالذات وتعطيه حل معين، هذا شيء رائع يعني. صحيح فعلا، وفكرة جميلة بصراحة. ومثل ما حكيت، اللمسة الخاصة هي التي تجعل البزنس او المشروع اللي انت حابب انك تفتتحه مميز ومختلف عن باقي المشاريع الثانية. حابين نعرف عن الخدمات، تكلمنا أكثر عن الخدمات المقدمة سواء للأفراد، للشركات، لخدمات شركة الجوهرة الجميلة للتنظيف. تمام. احنا خدماتنا للجميع. كيف يعني الجميع؟ احنا تبلش من الأفراد وصولا إلى المؤسسات، إلى الشركات، إلى حتى القطاع الحكومي. الأفراد احنا عندنا نوعين من الخدمات اللي احنا نقدمها. الخدمة الأساسية وأيضا فرع آخر من الخدمات اللي احنا نقدمها، عندنا تنظيفات اللي هي تكون العامة، بمعنى انه انت البيت اللي بنيته او الفيلا او القصر او البناية او حتى المجمعات التجارية سواء الموجودة في الامارات او الموجودة في البحرين، بعد ما يتم بنائها يتم تسليمها لشركة مختصة مثل الجوهرة، يتم تجهيزها بالكامل من اشياء اللي تحتاجها عشان تتنظف كاملة
بحيث أنا أسلمك الشيء اللي أنت بنيته من فيلا أو بيت أو قصر أو مجمع تجاري، تقدر في هاي اللحظة أنه أنت تشوفه في رونقة ومجهز أن أنت تنقل أغراضك وتنقل أشيائك، أن أنت تقدر تستخدمه حرفيا. فيعني خدمات التنظيف ببساطة، خدمات التنظيف من الألف إلى الياء، سواء من بداية من محل صغير إلى أكبر مجمع أو بناية أو صحيح. والقطاع الثاني هو اللي هي الفكرة الجديدة اللي أنا تكلمتك عليها، اللي هي التنظيفات الأثاث اللي هي من خص الأفراد والفنادق تحديداً. إنه أنت عندك إحنا عندنا 4 خدمات في هذا القسم، اللي هو كنب وسجاد وستائر ومتارس. نوع التنظيف اللي إحنا نقدمه التنظيف اللي هو العميق، بمعنى إنه أنت ما تحتاج إنه أنت ترمي الأثاث تبعك بسبب كثرة الاستخدام، لا أنا رجع لك إياه جديد مهما كان ال ذكر الله الوسخ اللي يكون فيه أو من الحالة اللي هي تكون مهما كانت حالته يعني. بالضبط، لا أحتاج أن تسوي تنجيد بغالب الناس، أن تعيد القماش تبعه سواء أي واحد من الأشياء. والفكرة في الموضوع أن أنت ما تحتاج أن تطلع أغراضك في أي مكان، في نفس المكان أجهزة وعمال مختصين تحت إشراف مشرف يتم عمل الخدمة لك في نفس مكانك في أسرع وقت على جودة جدا عالية. هذه هي الفكرة، أن أنت فعلا حتى فيما يخص الستائر ما عندنا شيء انه يتم فكه وتنزيله، كلها اجهزه يتم من خلالها تنظيف كل الاثاث. ما شاء الله عليكم متميزين دائما، نتمنى لكم دائما التميز والنجاح. طبعا دولة الامارات والمنافسة الشرسة في دولة الامارات في كل مجالات العمل طبعا صح. على اشد المنافسة شديدة جدا صح. حابين نعرف المميز في شركة الجوهرة للتنظيف. تمام، بالنسبة للإمارات، الإمارات هي بالنسبة لي بعد ما دخلت في التجارة فيها وفتح الاستثمار في الإمارات، أنا يعني كنت حاب أدخل فيها من زمان بسبب الشيء اللي الصورة الرائعة للإمارات، ولكن مع دخولي لاحظت أنه بالعكس أروع مما كنت متخيل، لأن الإمارات جامعة للأفكار العالم كلها صحيح في دولة واحدة، ما تحتاج انه انت تنتقل من بلد الى بلد لتاخذ كل خصله، لا، الامارات محضره لك بنيه تحتيه قويه جامعه لكل الافكار، لكل المنافسين نفس ما تفضلت، لكل الافكار الموجوده، البنيه التحتيه الموجوده والمتواصله الدائمه، يعني في ان ما بنى لك البنيه التحتيه وخلاص توكل، لا بالعكس تطوير. في تطوير، في ان افكار جديده تظهر، فالمنافسة فيها رائعة، بسبب أن أنت من يكون لك منافس رائع راح يخليك تحت ضغط صح. وفكر أنه أنت تجدد، فهذا شيء جدا رائع بأنه أنت في الوقت اللي قد لا يكون لك منافس، فمنافستك تخلق لك هدف، تخلق لك غاية أكثر من العادي. ما شاء الله عليكم، طبعا نتمنى لكم دائما النجاح والتميز والاستمرار في إن شاء الله حتى افتتاح أكثر من فرع في الخليج وعالميا. أستاذ عبد النافع، دولة الإمارات العربية ودبي في التحديد الأمن والأمان فيها على نطاق عالي جدا، حابين نعرف رأيك في موضوع الأمن والأمان وكيف ممكن أنه يساعد على استقطاب المستثمر سواء داخلي أو من الخارج. بالنسبة لقطاع الأمن والأمان والإمارات، يعني هذا رأي الجميع، ما أعتقد رأي الوحيد، لأن العالم كله أنظر على الإمارات، والإمارات تستحق هذا الشيء، يعني قدرت من خلال الصورة اللي نقلها الموجود من مستثمر من مواطن من مقيم، ان صورة الامن والامان واستثمارك والمبلغ اللي بتخليه وانه انت تستثمر فيه او البزنس اللي انت بتفتحه في امان، بسبب ان خلاص الشخص اللي يكون موجود هنا في طريقة تعامل الدولة نفسها، الشيوخنا الله يحفظهم الإمارات جميعا من البحرين، فضل اللي مكان اللي أنا بلشت فيه من الملوك اللي ملك حمد الله يحفظه، وهنا أيضا في شيوخ الإمارات جميعا الله يحفظهم، نقلت صورة وأسسوا بنية واستمروا فيها، أن المواطن الموجود والمقيم والمستثمر ما خلاص أنت في أمان فعليا، ولاحظ هذا الشيء العالم كله وليس عبد النافع فقط صحيح. ولذلك في الموضوع الاستثمار في تزايد ولله الفضل في الإمارات، وهذا اللي يخليك مطمئن ومتحمس ومتجدد أنه أنت فعلا تستثمر أكثر وأكثر. ولذلك حتى على هذا النطاق
ما راح يختصر يعني شغلي في الإمارات على نطاق التنظيفات. من دخلت في الجو الإمارات وشفت هذا الشيء الرائع. بنفتح إن شاء الله قريبا شركة عقارية ما شاء الله في الإمارات، لأن راحة نفسية إنه أنت فعلا فلوسك أهلك استثمارك بخير بخير بأمان تنام مرتاح وتصحى. مطلب أي إنسان بالفعل إنه يحس في طبعا من منبر برنامج رواد الأعمال بنحب نوجه رسالة شكر وامتنان لملوك دولة البحرين وشيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة. أستاذ عبد النافع كان لقاء جميل وخفيف علينا وإن شاء الله كمان نكون خفيف عليكم. حابين نعرف كيفية التواصل مع الشركة وكيفية التواصل مع أستاذ عبد النافع في حال في أي ملاحظات أو في حال الرجوع إليكم في أي عمل أو مشروع جاي. احنا عندنا كل التواصل الاجتماعي موجودين شركتنا، وحتى لنا تطبيق خاص لشركة الجوهرة للفرع الإمارات وفرع البحرين، وأيضا لنا أرقام خاصة للإمارات يقدر أي شخص يقدر يتواصل فيها، راح تكون موجودة بإذن الله بزودكم فيها لفرع الإمارات أو لفرع البحرين، ورقمي حتى الخاص بزود في أي شخص حاب يتواصل معي شخصيا أنا موجود وتحت الخدمة في أي وقت. طبعا جميع أرقام التواصل والموقع الإلكتروني سيظهر تحت أسفل الشاشة. أستاذ عبد النافع شكرا لهذا الظهور الجميل معنا، ابتسامتك رائعة وظهورك جدا جميل. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز أستاذ عبد النافع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.